مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من فقرات برنامجكم طبيب اليوم. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل او معظم الاسر المصريه، وهو المشكله اللي بتارق معظم الازواج، وهو تاخر الانجاب. ولكن في حلول كثيره ظهرت الان، وثوره عالم الطب دايما بتساعد اي مريض في علاج حالته. هنتكلم النهارده عن اطفال الانابيب، ولكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الدكتور احمد عوض الله، استشاري امراض النساء والعقم واطفال الانابيب والحقن المجهري بمستشفى دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. في البدايه هنتكلم يا دكتور عن تاخر انجاب، وطبعا الجديد وهو اطفال الانابيب. بص، تاخر الانجاب هو موجود طبعا منذ قيام الساعه، يعني من ساعة لما الدنيا اتخلقت وفي راجل وست بيتجوزوا، ومع زواج الرجل والمرأة في البعض ينجب والبعض لا ينجب. والوسائل المساعدة للإنجاب موجودة في الطب من أكثر من 30 سنة. تمام. فالوسائل المساعدة للإنجاب هي تلقيح صناعي وحقن مجهري وأطفال أنابيب. والتلقيح الصناعي ده موجود من أكثر من 30 سنة، والحقن المجهري وأطفال الأنابيب ولدت أول طفلة من هذا المجال اللي هو بتاع تأخر الإنجاب اللي اسمه الطفل الأنابيب والحقن المجهري في 79، ف 79 89 99 2009 يبقى 35 سنة. يعني إيه وسائل مساعدة للإنجاب؟ يعني بنعطي بعض الدفعات الدوائية للرجل أو للمرأة أو للرجل والمرأة سويا. ينتهي هذه الدفعات بإفراز بويضات خارج الجسم أو اللقاء الطبيعي بين البويضة والحيوان المنوي داخل الجسم. صحيح. الوسائل المساعدة للإنجاب لو كانت داخل الجسم ده يبقى اسمه تنشيط مبيض وتلقيح صناعي. الوسائل المساعدة للإنجاب إن كانت خارج الجسم فهو لقاء بين البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم. وإن كان اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم فده اسمه طفل أنابيب أو حقن مجهري. تمام. الفرق بين طفل الأنابيب والحقن المجهري هو كيف يدار اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي. إن كان لقاء البويضة والحيوان المنوي هو زيه زي الحمل الطبيعي، يعني زيه زي اللقاء الطبيعي بين البويضة والحيوان المنوي لكن ليس داخل الجسم هو خارج الجسم، ده يبقى اسمه طفل أنابيب. إن كان اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم ولكن الاختراق بتاع الحيوان المنوي للبويضة هو اختراق صناعي، يعني هنقذف بحيوان منوي واحد فقط داخل البويضة، ده يبقى اسمه حقن مجهري. طفل الأنابيب هي كانت بداية التقنية. طفل الأنابيب هي كانت بتتعمل عشان كانت المشكلة في قنوات فالوب، فكانوا بيفرزوا البويضات خارج الجسم ويضعوا الحيوانات المنوية مع البويضات خارجيا عشان تلتقي البويضة بالحيوان المنوي زي ما قلنا زي ما بيحدث داخل الجسم، ولكن تراها عيون العاملين في المعامل بتاعة التأخر الإنجاب اللي هي معامل أطفال الأنابيب والحقن المجهري. ازاي بيتم سحب البويضة يا دكتور؟ سحب البويضة هو إجراء بسيط جدا عن طريق ما يسمى المجس المهبلي اللي هو الموجات الصوتية. المجس المهبلي ده بيدخل داخل المهبل، وفي دخوله داخل المهبل بيخترق المجس ده إبرة. الإبرة دي صغيرة جدا عاملة زي الإبرة اللي احنا بنسحب بيها عينة الدم. تمام. الإبرة دي بتبقى إبرة طويلة. الإبرة دي بتدخل و تخترق السطح الخارجي للمهبل من الداخل، وبعدين تدخل عشان تصل الى المبيض. مع وصولها للمبيض بتبدا تدخل فيما يسمى الحويصلات اللي موجوده داخل المبيض، ويفرز السائل اللي موجود في المبيض دون اللي هو داخل هذه الحويصلات في سائل وداخل هذا السائل في بويضات. البويضات دي لما بنخرجها بره الجسم بنبدا نتفرج عليها تحت الميكروسكوب. مع رؤيتنا للبويضات تحت الميكروسكوب بنبدا نشوف، ودي بقى المميزات بتاع الطفل الانابيب والحقن المجهري، بنبدا نشوف جوده ما ينتج من هذا الجسم، ده نمره واحد. وبعدين نبدا نشوف البويضه دي ان كان في مجموعه من البويضات ليست بسليمه نهمشهم، وان كانت هناك بويضات سليمه نستخدمها. في الطبيعي في كل 10 بويضات ستفرز سوف يكون 80% من البويضات التي تفرز من الجسم سوف تكون سليمة. البويضات دي لما بنخرجها بره الجسم بنبدأ نتعامل معها بطريقة معينة في المعمل. إن كان لقاء البويضة والحيوان المنوي سوف يكون لقاء طبيعي، تترك البويضة كما هي في مواد معينة عشان تديها نفس المناخ اللي هو مناخ داخل الجسم، وتوضع حيوانات منوية بجوار البويضات
ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه طفل الانابيب. تمام. ان كنا بقى هنقشر البيضه وهنبدا نتفرج على السطح الخارجي بتاعها اللي هو الغشاء الخارجي بتاعها، مش الشوائب اللي حوالين الغشاء الخارجي، وهنمسك حيوان منوي واحد بس ونختار، وهنحط جوه الابره دي حيوان منوي واحد وندخل بالابره دي جوه البويضه، يبقى ده اسمه حقن مجهري. تمام. في حالات بتيجي لحضرتك بتقرر اذا كنت هتستخدم معاهم حقن مجهري او طفل انابيب، ده بيكون على حسب ايه؟ طفل الانابيب لا يستخدم حاليا في العصر اللي احنا فيه لوحده. ان كان سيستخدم طفل الانابيب فبيستخدم مع الحقن المجهري. طفل الانابيب يعني المثالي فيه هي سيده في مشكلة في قنوات فالوب، أو السيدات اللي هم عندهم تكيسات على المبيض. تمام. إنما لو إحنا بنعمل حقن مجهري يبقى إحنا بنعمل حقن مجهري لأن إحنا عندنا ضعف شديد في الحيوانات المنوية، أو تأخر حمل غير معلوم السبب، أو هذه المرأة أخذت أدوية لتنشيط المبيض وعندها مشكلة في التبويض ولم يحدث حمل. فإحنا بنخاف إن السيدات دول يكون الغشاء الخارجي المبطن ليه البويضه بيبقى سميك، فالحيوان المنوي غير قادر على اختراق البويضه. يبقى الاثنين الاساسيين اللي بيتعمل فيهم حقن مجهري هو الضعف او الضعف الشديد في الحيوانات المنويه، او تاخر الحمل غير معلوم السبب. والاثنين الاساسيين اللي بيتعمل فيهم طفل انابيب لما تبقى المشكله في قناه فالوب او السيده يبقى عندها تكيسات على المبيض. ولكن حاليا يمزج الاثنين ان اجيز. ليه؟ لان في سيدات بنقول لهم احنا هنعمل لكم طفل انابيب وحقن مجهري، وبعدين بعد لما نطلع البويضات يطلع في عدد اقل من البويضات يصلح لان انا استخدمه في طفل انابيب والحقن المجهري. طفل انابيب والحقن المجهري انا محتاج عدد جيد من البويضات. تمام. استطيع بيه ان انا اخد مجموعه من البويضات اعمل بيها طفل انابيب والمجموعه الاخرى اعمل بيها حقن مجهري. ايه حضرتك الخطوات اللي بتقوم بيها مع الزوجه قبل، مع السيده قبل اجراء الحقن المجهري او اطفال الانابيب؟ قبلها بفتره اكيد بيكون في بعض التحضيرات، ايه هي؟ بصي حضرتك، اي سيده او اي رجل وامراه توجهوا الى اي مركز من مراكز تاخر الانجاب لعمل العلاج اللي بيسمى طفل انابيب وحقن مجهري، هي مجموعه او مراحل مختلفه. المراحل دي بتنتهي بإفراز بويضات خارج الجسم. الحمل هو عبارة عن حيوان منوي جيد، مش لازم الأرقام تبقى جيدة ولكن جودة الحيوان المنوي. تمام. بويضة جيدة، مش لازم عدد البويضات يبقى كتير ولكن جودة البويضات. وجسم يستوعب لقاء البويضة والحيوان المنوي، يعني جسم مهيئ لاستقبال هذا الجنين. يبقى أنا لازم أدي بعض الأدوية وأحط بروتوكول علاج يتناسب مع جسم هذه المرأة عشان تفرز عدد جيد من البويضات بجودة عالية. تمام. ولازم أهيئ هذا الحيوان المنوي ببعض العقاقير الطبية اللي تساعد هذا الحيوان المنوي إن هو يكون أكثر تخصيب للبويضة التي ستحقن بهذا الحيوان المنوي أو التي ستلتقي مع هذا الحيوان المنوي. ولازم أهيئ الجسم بصورة معينة بإجراءات متعددة من أدوية أو من إجراءات تداخلية غير جراحية زي منظار الرحم، اللي بينتهي هذا التحضير بأنه يبقى السلوس اللي احنا دايما بندور عليه هو حيوان منوي جيد وبويضة جيدة وجسم يستوعب لقاء البويضة والحيوان المنوي. طب لو الإباضة حصلت داخل المبيض قبل أن يتم سحبها من قبل الطبيب، إيه الحل؟ أصدح عليك لو حصل تبويض داخل جسم السيد خلاص طارت البويضات. طارت البويضات. طيب كمان لو تم، لو كان بعض يعني الزوجان قاموا باع، دي نادرة جدا يعني اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده. ده حالة نادرة. ده واحد في كل 1000 واحدة يعني. مش من الطبيعي انها تحدث. لا لا لا. طيب عايزين برضو لو في الرحم المنقلب ده بيأثر على نجاح العملية ليس له علاقة بتأخر الإنجاب، ليس له علاقة بانتظام الدورة من عدمه، ليس له علاقة لما انه ده يكون سبب من أسباب تأخر الحمل، وليس له علاقة بنتائج الحقن المجهري. هل عمر السيدة بيأثر بشكل كبير أو إيه المعايير اللي بتأثر على نجاح السبب أو فشل؟ الأساسي في نجاح الحقن المجهري هو سن المرأة. سن المرأة طبعا. سن ايه المناسب يا دكتور؟ او اللي بعديها حضرتك تقول لا انا مش هقدر اعمل. ينقسم الى مجموعات، اقل من 38 كله يتساوي، من 38 ل 40 دي مجموعه، من 40 ل 42 دي مجموعه، وفوق ال 42 دي مجموعه. في 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 ستاتستكس، في احصائيات بتتعمل في البلاد المحترمه في المجال دون
والستاتستكس دي بتبقى والاحصائيات دي بتبقى احصائيات حكوميه او احصائيات من جهات تعمل للحكومات او تعمل لمنظمات حكوميه او تعمل لجهات رسميه عشان تقول نتائج الحقن المجهري واطفال الانابيب في بعض البلاد اوروبيه وامريكا. طبعا هي ما بتحبيش لحد ومنصفه الى حد كبير، قد تكون بتجور على بعض الناس او قد تكون ليها نوع من انواع الميول في بعض الاحيان الى انه يبقى عندهم شك في ان الاستاتستكس او الاحصائيات بتاعت مركز عاليه قوي عن مراكز تانية. ولكن في الاخر هي قدامها ملفات قدامها نتائج يقدروا ان هم يدخلوا يمسكوا الملف دون في اي لحظه ويشوفوا الملف دون الست دي حملت ولا لا. فمتوسط نتائج الحقن المجهري واطفال الانابيب في امريكا مثلا واحد في كل ثلاث ستات هيروح معاه طفل. في مراكز بتعمل 5 و10% نسب نجاح وفي مراكز بتعمل 60 و70% نسب نجاح. في اوروبا اقل سنه ولكن متوسط نسب حدوث الحمل مثلا في انجلترا من 37 ل40%. في مراكز بتعمل ما هو قرابه 60 وفي مراكز بتعمل 10%. لانه احنا في الاخر المقياس الاساسي او المعيار الاساسي لنجاح المركز او الدكتور او زي ما يكون هو نسبه نجاح أو الحقن المجهري او اطفال الانابيب واطفال الانابيب. طيب احنا معانا فيديو نتمنى من حضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل يا دكتور، الفيديو على الشاشه. الفيديو ده طبعا هو فيديو تخيلي ليست صور حقيقيه. ده للكور اللي هي الزرقاء دي هو المبيض. لما بندي المبيض تنشيط بيطلع بيبقى فيه هذه الكور. الكور دي بتبقى في المتوسط من 16 ل 22 24 مللي. بنخترق بيه الابره زي ما قلنا من شويه، نخرج بيه السائل اللي موجود داخل هذا السائل بيبقى فيه بويضات، تفرغ البويضات من السائل، بتتاخد البويضات دي وتوضع في مواد معينه صديقه لهذه البويضات. وبعد كده بتقسم البويضات لمجموعات، في حاجه اسمها جروب كالتشر وفي حاجه اسمها سنجل ايج كالتشر او سنجل امبريو كالتشر. ان احنا بنحط البويضات دي وبعدين ان كانت البويضات دي هتترك بجوارها حيوانات منويه زي ما حضرتك شايفه كده فده اللي اسمه طفل الانابيب. هذا ما هو هذا شبيه او مشابه لما يحدث من لقاء بين البويضه والحيوان المنوي داخل الجسم ولكن خارج الجسم. طبعا انت ما بتبقيش قاعده جنب البويضه تقعدي تتفرجي عليها لحد لما يدخلها الحيوان المنوي، انت بتحطي البويضات جنبيها حيوانات منويه مجهزه وتتركيهم لمده 24 ساعه عشان يبان لك الصوره اللي فاتت. وبعدين 48 ساعه يبان لحضرتك الصوره دي فيها 4 خلايا. وبعدين عند نقطه ما بتتاخد الاجنه دي من الاطباق طبعا بعد لما تكون اتغيرت من طبق لطبق لطبق لطبق. وتتاخد في قسطرة صغيرة جدا في حجمها رقيقة جدا في المادة المصنعة منها وتقذف بهذا الجنين المخصب إلى داخل تجويف الرحم. تمام. السر الأكثر غموض حتى هذه اللحظة هل هذا الجنين اللي أنا بزرعه داخل تجويف الرحم بنسبة كام في مين يلتصق؟ لأنه ليس كل امرأة عندها جنين احنا بنحطه داخل تجويف الرحم هذا الجنين سوف يلتصق. في مجموعة من السيدات سوف يلتصق الجنين وفي مجموعة أخرى سوف لا يلتصق هذا الجنين، ولكن مش كل الستات كل مرة هيتزرع لهم أجنة هتلتصق ومش كل الستات اللي هيتزرع لهم أجنة كل مرة مش هتلتصق. تمام. ازاي حضرتك بتتفادى ان بتكون البويضة المخترقة ما تنتجش عنها طفل أنابيب يكون يعني يكون غير مشوه؟ ازاي؟ قصدي حضرتك الجنين؟ الجنين يكون غير مشوه. ما هو اولا هو السؤال ده طبعا سؤال مش مظبوط قوي لانه في فرق بين انه الجنين يبقى مشوه يعني اللي سال السؤال كمريض او كسيده مش بتعيق قوي لانه انا دلوقتي عندي بويضه. بتكون في ناس عندها تخوفات يعني. انا دلوقتي عندي جنين الجنين ده اتى من ناتج اللقاء بين البويضه والحيوان المنوي. الجنين ينظر اليه نظرتين، نظره مورفولوجيه ونظره جينيه. الالم اللي جنب حضرتك ده الم شكله جميل جدا وممتاز وممكن يكون بيكتب. انا مسكته كتبت بيه؟ لا. تمام. بس انا شايفه كده ظاهريا الالم ده بنسبه كبيره قوي. تمام. ينفع يتكتب مثالي. خلاص.
مسكت بقى القلم ده وفتحته وطلعت الخرطوش اللي جواه وشفت فيه حبر ولا ما فيهوش حبر ويتأكدت ان الحبر اللي جوه ده ما هوش ناشف وقفلته تاني ومسكت القلم ده وبديت اكتب بيه دي النظرة الجينية. تمام. يعني اخد خلية من الخلايا المنقسمة داخل الجنين وهذه الخلية تفحص وتفحص وراثيا. تمام. وعند النقطة بتاعت فحص هذا الجنين وراثيا اعود بهذا الجنين الى الرحم. التقنية دائما في الطب بتجد طريقها، في بعض التقنيات تتوقف وفي بعض التقنيات تستمر. في بعض التقنيات بتبقى مفيدة للمريض او مفيدة للرجل او للمرأة او للاثنين، وفي بعض التقنيات هي تقنيات بتدخل الطب وتخرج من الطب. التقنية بتاعت الفحص الوراثي للأجنة هي تقنية حتى هذه اللحظة دخلت الطب ومش قادرة ان هي تخرج منه ومش قادرة ان هي تثبت نفسها قوي، لان التقنية حتى هذه اللحظة هي تقنية مكلفة جدا. نحن نسعى ان هذه التقنية تقل التكلفة بتاعتها، لان في مجموعتين هيستفيدوا جدا من التقنية بتاعت الفحص الوراثي للأجنة: تأخر الحمل غير معلوم السبب، والفشل المتكرر في دورات الحقن المجهري. يعني الست اللي عملت مرتين وثلاثة واربعة وخمسة، كم مرة حضرتك تسمح بحقن مجهري؟ ولو فشل بتقول ليس له عدد نهاية. مرات يعني، لكن في ستات تجيلك تقولك انا عامله خمس محاولات اطفال انابيب وحملت ثلاث مرات طبيعي قبل كده وما حملتش ولا مره من الحقن المجهري، تقولي لها ما تعمليش حقن مجهري تاني. وفي واحده ست تبقى عامله 15 محاوله حقن مجهري وما عندهاش سبب واضح للحقن لتاخر الانجاب وعمرها ما حملت قبل كده، هتقولي لها اعملي المره 16. فالسبب اللي عشانه بيتعمل الحقن المجهري هو اهم من ان احنا ناخدها ليه انها تعمل حقن مجهري عدد المرات. برضو كنت عايز اعرف من حضرتك، هل ان انا بقول في بريكوشنز معينه بطلبها من الزوجان بعد اجراء العمليه ونتيجه العمليه بتظهر كمان بعد قد ايه؟ بصي حضرتك، حال زراعه الاجنه في الرحم هناك بضع ساعات او بضع ايام في، يعني زي ما بيقولوا، في معركة بين الجسم وبين الجنين في محاولة الجنين للالتصاق على بطانة الرحم. بعد كده يا هذا الجنين يندثر تماما ويتبخر في المكان اللي هو فيه، يا هذا الجنين يجد طريقه في الاختراق للبطانة أو لسطح تجويف الرحم في الانغماس، ومع الانغماس يبدأ يتكون الجنين. اختبار الحمل بيتعمل بعد 12 ل 14 يوم من زراعة الأجنة. في بعض الأحيان ممكن يتعمل قبل كده، وفي قليل من الأحيان يتعمل بعد كده، ولكن المتوسط من 12 ل 14 يوم. في 12 ل 14 يوم دول بتاخد هذه المرأة بعض الأدوية اللي بتساعد جسمها في أن يكون هذا الجنين أكثر قبول. في مدرستين في الموضوع ده، في مدرسة بتقول إنه لا حاجة لإعطاء مثبتات لرفع فرصة التصاق الجنين على بطانة الرحم، وفي مدرسة تانية بتقول إنه لابد من إعطاء مثبتات ولابد من تكثيف المثبتات، جرعة المثبتات في بعض الحالات، وفي مجموعة بتدي أدوية بجرعات مكثفة جدا لخفض مناعة الجسم وقتيا داخل الرحم في الفترة بتاعت ما بعد زراعة الأجنة. معنا فيديو اتمنى برضو من حضرتك تعلق لنا عليه، اتفضل يا دكتور. دي الفكره الثانيه، الفكره الاولانيه اللي احنا وريناها للساده المشاهدين اللي هي بويضه بتلتقي مع الحيوان المنوي كما يحدث في داخل الجسم لكن خارج الجسم. دي هذه البويضه بعد لما تقشر منها الخلايا اللي هي اللي خارج الغشاء الخارجي، وبعدين في ابره، الإبرة دي داخلها حيوان منوي. الحيوان المنوي ده بينتقى بصورة ليست صورة وظيفية ولكن صورة مورفولوجية، وبيتاخد هذا الحيوان المنوي داخل الإبرة وتدخل جوه الإبرة. الإبرة دي بتخترق البويضة ويبقى في حيوان منوي واحد داخل البويضة. أوكي؟ يبقى حيوان منوي واحد داخل بويضة واحدة، هذا ما يسمى الحقن المجهري. نفس الحضانة ونفس الاطباق ونفس الطريقه اللي بيها بيتابع البويضه قبل لما تتحقن او قبل لما يتحط جنبها حيوانات منويه ما عدا خطوه التاشير. تمام. ونفس المواد اللي بيتحط فيها الجنين
عشان يتشاف بعد 24 ساعة عشان نشوف حصل تخصيب ولا لا. ونفس الإجراء بتاع إن إحنا نحط هذه البويضة المخصبة في مواد معينة داخل أطباق داخل حضانات داخل المعمل. ونفس الطريقة اللي إحنا بنتابع بيها الجنين ده لحد لما يصل إلى نقطة معينة من الانقسام هو نفس اللي بيحصل في البويضة والحيوان المنوي أو البويضة والحيوان المنوي خارج الجسم. تمام. الحاجة الوحيدة الاختراق الفرق الوحيد هو لو أنا باخد بيضة بدخل جواها بحيوان منوي واحد بس ده اسمه حقل مجهري. لو أنا بحط ملايين البويضات جنبها حيوان منوي لو أنا باخد ملايين الحيوانات المنوي بحط جنبها بويضة ده يبقى اسمه طفل أنابيب. حضرتك ركزت على كيفية اختيار البويضة ولازم إن أنا أختار بويضة جيدة. بالنسبة للحيوانات المنوية إيه بقى؟ بص عليك ربنا أكرم المرأة بأنه عدد البويضات التي تفرز من جسمها ليست بالملايين. وربنا أكرم الرجل بأنه عدد الحيوانات المنوية اللي بتفرز من القصر بالملايين. ربنا أكرم المرأة بأنه عدد البويضات اللي بتفرز من جسمها بتفرز في عدد سنين معين اللي هي سنين الخصوبة اللي هي مثلا في حدود 30 سنة. ربنا أكرم الرجل بأن الحيوانات المنوية حتى نهاية عمره تفرز أيا كانت جودتها. فهناك حكمة في ليه بيطلع هذا العدد وليه بيبقى فيه بويضات لفترات معينة وليه بيبقى فيه بويضات أو فيه حيوانات منوية بالملايين دي. ولكن احنا لا ننظر إلى البويضة نظرة وظيفية ولا ننظر إلى الحيوان المنوي نظرة وظيفية. لحد اللحظة اللي احنا فيها دي احنا ننظر نظرة مورفولوجية فقط. يعني ايه مورفولوجية؟ يعني احنا بنشوف شكل الحيوان المنوي يتناسب مع الخواص اللي احنا عارفينها ومذاكرينها بناخد الحيوان المنوي ده نحينه جوه البويضة. لو زوجين جم لحضرتك وقرروا ان هم يبداوا يعني تقول لك انا كان عندي حمل طبيعي قبل كده وعايزه انجب تاني ومش قادره، حضرتك بتختارهم ان هم ينتظروا بعض الوقت لمحاوله حمل طبيعي ولا بتبدا معهم باجراء تاخر الحمل غير معلوم السبب حتى بعد حمل مره؟ تأخر الحمل الثانوي غير معلوم السبب أو تأخر الحمل الثانوي معلوم السبب يعامل نفس معاملة تأخر الحمل الأولي. الفرق أنه ممكن نمد المدة شوية. يعني لو السيدة النهاردة أنجبت أو أجهضت وعد عليها مش هنقول بقى سنة ونص من سنة لسنة ونص هنقول عليها من سنة ونص لسنتين ولم يحدث حمل وهي عندها الأساسيات بتاع تأخر الحمل فحصت وسليمة وهو الأساسي عنده الحيوان المنوي فحص ومقارب للسليم هم يعاملوا معاملة تأخر الحمل غير معلوم السبب. وتأخر الحمل الثانوي غير معلوم السبب علاجه زيه زي تأخر الحمل الأولي غير معلوم السبب حقن مجهري وأطفال أنابيب أيا كان عدد الأطفال اللي عندهم ده لو هم عايزين أولاد. بشكرك يا دكتور نورتنا معانا النهاردة. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور أحمد عوض الله استشاري أمراض النساء والعقم وأطفال النبيب والحقن المجهري بمستشفى دار الطب. شكرا جزيلا لحضرتك. أشوفكم بكرة وحلقة جديدة من برنامجكم طبيب اليوم وإلى اللقاء.